ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم
إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام
اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين واجعلهم لشرعك محكمين ولأوليائك مناصرين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا في البسمة والهرسك على الصرب الظالمين. اللهم أرنا بأعدائك أعداء الإسلام عجائب قدرتك. اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك وأنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم طالما بغوا وأسرفوا وأسرفوا وبغوا في الطغيان اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمضطهدين في دينهم في سائر الأوطان يا قوي يا عزيز. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وكربته. اللهم ارحمنا إذا كنا في القبور.
وتركنا الأهل والأحباب والإخوان والأصحاب يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس لنا رب سواك يدعى وليس لنا إله سواك فيرجى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا مع تحيات إخوانكم في تسجيلات فجر الإسلام الرياض العيينة الشارع العام هاتف رقم 528-0149. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.